تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد بريطانيا الجديدة، زعيم ملحد وسيدة أولى يهودية. الانتخابات هي عنوان بريطانيا عام 2024. بعد 14 سنة من حكم حزب المحافظين وصل حزب العمال إلى السلطة. بريطانيا فيها أكثر من حزب سياسي، إنما الحزبين الكبار أو الحزبين القائدين بس، مش زي أمريكا الجمهور والديمقراطي هم تقريبا كل الحياة السياسية. في بريطانيا المحافظين والعمال لكن مش هم كل الحياة السياسية، إنما هم القوتين الحزبيتين الكبيرتين. حزب العمال خسر خسارة فادحة وغير مسبوقة من مدة طويلة جدا. حسب بي بي سي ان حزب العمال خسر سنة 2019 اكتر من اي خسارة على مدى 100 سنة سابقة، هي الخسارة الاكبر على مدى قرن كامل. انما المفاجأة من 2019 ل 2024 حزب العمال عمل مفاجأة كبيرة، مش ان هو فاز في الانتخابات، ده كان متوقع، انما فاز بنسبة كبيرة جدا. وخسارة حزب المحافظين بالمقابل هي أكبر خسارة منذ 200 سنة تقريبا، يعني كل واحد فيهم عمل رقم قياسي في آخر انتخابين. في انتخابات 2019 حزب العمال عمل رقم قياسي في الخسارة، الأكثر خسارة من 100 سنة. 2024 المحافظين عمل أكبر خسارة من 200 سنة تقريبا. الانتخابات في بريطانيا ما إن تنتهي وتعلن النتائج فورا بتلاقي الحكومة تسلمت واشترت على طول، مفيش مدة طويلة، بالكتير 24 ساعة تلاقي رئيس الوزراء مشي، رئيس الوزراء تسلم، حكومة غادرت، حكومة تسلمت. الإدارة أو الموظفين المدنيين في الحكومة كلها في كل الوزارات دول مستمرين، يعني القلب الصلب لكل الوزارات موجود، البيروقراطية الحكومية بتكون قائمة ومستمرة. بس لما يتغير السياسيين من حكومة لحكومة أو حزب لحزب بيدوا بقى كل ملفات الأمن والمخابرات للحكومة الجديدة أو الحزب الجديد الحاكم. ففي يوم واحد تقريبا مشي ريشي سوناك رئيس الوزراء السابق والخاسر، وتولى كير ستارمر المنصب الجديد رئيسا للحكومة البريطانية. صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بتقول إنه السيدة الأولى في بريطانيا يهودية من عائلة متدينة، والدها كان يهودي بولندي، والدتها لم تكن يهودية لكنها تهودت أثناء عقد القران، بتربي ولادها على العقيدة اليهودية. وحسب جيروزاليم بوست زوجها اللي هو رئيس الوزراء البريطاني الجديد ملحد، لكن سيب لها مساحة كبيرة جدا من الحرية الدينية، وإن هي بتمارس العقيدة اليهودية والطقوس اليهودية، وبالذات يوم السبت داخل منزل رئيس الوزراء الجديد. الحكومة الجديدة في بريطانيا عندها مهام كتيرة. رئيس الوزراء الجديد قال إن إحنا هندعم أوكرانيا وموقفنا هيظل لصالح أوكرانيا بقوة، وقال أيضا إن في موضوع التعليم هيشتغلوا بقوة على تطوير التعليم، وأقر إن يكون في وجبة إفطار لكل تلميذ في المرحلة الابتدائية في كل بريطانيا، وهيعين كمان 7000 معلم جديد برواتب تم تدبيرها علشان خاطر يطور العملية التعليمية في بريطانيا. قال كمان هو هيطور الشرطة، وانه هيضيف الى الشرطة 13000 ضابط شرطة جديد للحفاظ على الامن لا سيما الجنائي، مش بس مكافحة الارهاب. وقال ايضا انه 14 سنة من حكم المحافظين كان في اتجاه لتقليص حجم القوات المسلحة وكمان تقليص الانفاق العسكري، فقال انه هيزود الانفاق العسكري ومش هيقلص حجم القوات المسلحة. البرلمان الجديد في بريطانيا بعد الانتخابات الأقليات واضحة فيه جدا، حوالي 90 مقعد في البرلمان للأقليات، وبعض الوزراء قادمين الأقليات منهم وزيرة اسمها شبانة محمود، ودي من أصول باكستانية وتولت منصب وزاري في الحكومة الجديدة. شبانة محمود الوزيرة في الحكومة البريطانية الجديدة من مواليد كشمير باكستان،
وقعدت فترة في السعودية في مدينة الطائف هي وعائلتها، وتخرجت من جامعة أكسفورد والتحقت بالعمل السياسي وبحزب العمال، وأصبحت وزيرة في الحكومة الجديدة. من الوزراء المهمين جدا في الحكومة الجديدة الخارجية والدفاع. وزير الدفاع الجديد اسمه جون هيلي. جون هيلي وزير الدفاع الجديد هو مع سياسة رئيس الوزراء في إن لابد يزيد الإنفاق العسكري، وإن لابد يقوي وجودهم في الناتو، وإن هم كمان لازم يدعو الدول الأخرى الأعضاء في حلف الناتو إن هم يدفعوا أكتر ويزودوا النسب بتاعتهم من الناتج المحلي الإجمالي من أجل الدعم المالي لحلف الناتو. وبرضو أكد إن هم هيقفوا مع أوكرانيا تماما. الوزير كان موجود، وزير الدفاع الجديد كان موجود زمان أيام حكومة توني بلير اللي هي حكومة العمال الشهيرة قبل كده، وقبل كده كان من الناس اللي أيدوا الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، لكن لم يفصح لسه عن أفكار بشأن موقفه من الوضع في الشرق الأوسط بعد توليه الحقيبة الجديدة. إنما اللي أفصح هو وزير الخارجية الجديد، وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي. ديفيد لامي عنده بعض المشاكل اللي ممكن تواجهه نتيجة نواجه انتقادات قاسية للرئيس ترامب، وانتقادات قاسية لرئيسة وزراء إيطاليا قبل كده. يعني هو اتكلم على الرئيس ترامب وقال إن هو مريض اجتماعيا أو معتل اجتماعيا، وإن هو مدعوم من الحركات النازية أو من النازيين الجدد. وترامب ممكن على آخر السنة يفوز في الانتخابات ويرجع تاني رئيسا لأمريكا. في هذه الحالة التصريحات اللي قالها لما كان في المعارضة وبقى حاليا وزير خارجية بريطانيا على الرئيس ترامب ممكن تسبب حرج بعد وصول الرئيس ترامب إلى السلطة. إنما هو انتقد أيضا مارين لوبان السياسية الفرنسية الشهيرة، واللي نجحت في الانتخابات الأوروبية بنسبة لم تكن متوقعة، نسبة كبيرة، ثم في الانتخابات الفرنسية، وأصبحت دلوقتي على وشك رئاسة فرنسا بعد مشاركة حزبها في الحكومة الفرنسية. مارين لوبان هاجمها قبل كده وقال إن هي شخصية سامة وحاقدة، فبرضه ممكن تكون هي في وقت قريب رئيسة لفرنسا، وفي هذه الحالة وزير خارجية بريطانيا هيبقى عنده مشكلة مع رئيسة فرنسا المتوقعة ومع الرئيس الأمريكي المتوقع دونالد ترامب. إنما طبيعي في السياسة بتحصل الأمور دي، وبعد كده بيتم التسوية وبيتم اللجوء للواقعية وللتعامل في نهاية المطاف مهما يكن من هجوم متبادل فيما قبل. إنما وزير الخارجية الجديد عنده موقف أفضل من وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون فيما يخص الحرب الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني في غزة. وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي قال في أول تصريح لي بعد ما بقى وزير الخارجية إنه بريطانيا سوف تطلب وتدعم وقف إطلاق النار في غزة. قبل كده الموقف البريطاني ما كانش مع وقف إطلاق النار. ممكن تسمع كلام شبه كده من المحافظين الحكومة السابقة، إنما هذا الكلام أول مرة يتقال بهذا الحسم وهذا الوضوح من وزير الخارجية البريطاني في الحكومة الجديدة، اللي بيقول يجب وقف إطلاق النار فورا، وبيقول إنه هيشتغل مع الرئيس بايدن على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة. إذن موقف يعتبر متقدم جدا للحكومة الجديدة في بريطانيا تجاه الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة. والعالم كله تابع على مدى 9 شهور هذه الحرب الإجرامية، وشفنا قتل البشر وتدمير الحجر، شفنا عشرات الآلاف من الأطفال والنساء الذين استشهدوا في هذه الحرب الإجرامية، شفنا تدمير المساجد والكنائس، تدمير المكتبات والمدارس، المستشفيات والمنشآت، كل مكان تقريبا تم تسويته بالأرض في غزة. ومع ذلك صمود بطولي للشعب الفلسطيني في مواجهة الكارثة. الشعب الفلسطيني وقف بقوة على مدى كل هذه الشهور التسعة، وهو مصر على البقاء على أرضه ومقاومة الاحتلال،
والوقوف في وجه آخر استعمار في الكون، الاستعمار الإسرائيلي لفلسطين. ورغم كل المعاناة غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الشعب الفلسطيني صمد صمود بطولي ولا يزال. موقف مصر منذ بداية هذه الحرب كما عبر عنه الرئيس السيسي أكثر من مرة هو أنه يجب أن نصل إلى إقامة دولة فلسطينية، هذه الدولة على حدود 4 يونيو 67، وهذه الدولة عاصمتها القدس الشرقية، وتكون هذه الدولة بحسب الرئيس كاملة العضوية في الأمم المتحدة. الدولة الفلسطينية قادمة، شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال.